اسمها بس كان بيقلب الوطن العربي لنجوميتها وجمالها، ولما غادرت الحياة شغلت الرأي العام المصري والعربي مدة طويلة. هي الفنانة والنجمة اللبنانية الراحلة سوزان تميم اللي ارتبط اسمها بواحد من أكبر رجال المال في مصر والعالم العربي. اسمها سوزان عبد الستار تميم، اتولدت في 23 سبتمبر سنة 1977 داخل حي فقير بالعاصمة اللبنانية بيروت، وعاشت طفولة مضطربة كلها مشاكل مع أبوها، وده بعد ما انفصل عن أمها. لكن رغم الظروف الصعبة اللي عاشتها سوزان في طفولتها، تفوقت في دراستها علشان تدخل كلية الصيدلة قبل ما تتجه للفن. سوزان تميم وهي في كلية الصيدلة بدأت تعشق الفن، فحصلت على الجائزة الذهبية في برنامج استوديو الفن في لبنان، وبعدها سابت الصيدلة علشان تهتم تماما بالفن. ومن هنا بدأت رحلتها اللي انتهت بسببها نهاية مؤلمة وقاسية جدا، محدش هيقدر ينسى الظروف اللي تعرضت ليها قبل رحيلها. بعد حصولها على الجائزة الذهبية من استوديو الفن، اتعرفت سوزان على حبيبها الأول علي منذر، وعاشت معاه قصة حب كبيرة لدرجة إنها هربت من بيت أبوها علشانه وعلشان تتجوزه. لكن بعد جوازها منه بفترة اكتشفت خيانته ليها مع أعز صديقة ليها، فهربت من بيته لمخرج برنامج استوديو الفن سيمون أسمر اللي تبناها وقدمها لعالم الفن اللبناني. ومن هنا كانت بداية سوزان تميم الحقيقية. المخرج سيمون أسمر علشان يستغل موهبتها مضى معاها عقد احتكار لحفلاتها سواء جوه لبنان أو براها، ولما حاولت تفسخ العقد ما عرفتش، فتعرفت على حبيبها التاني عادل معتوق اللي هو اكبر منظم حفلات لبناني علشان تعيش معاه قصة حب انتهت بالجواز التاني ليها. سوزان قبل ما تتجوز عادل معتوق طلبت منه يدفع 1.5 مليون دولار لجوزها الاول علشان ينفصل عنها، وطلبت منه كمان ينهي تعاقدها مع المخرج سيمون اسمر اللي طلب مبلغ يزيد عن 2 مليون دولار لانه كان ماضي معاها عقد احتكار مدته 10 سنين، ودفع عادل معتوق كل المبالغ دي علشان يتجوزها، وبالفعل اتجوزه. وبعد جوازها منه بثمان شهور هربت سوزان تميم لمصر وانكرت جوازها التاني، ومحاميها قال في الوقت ده ان عادل زور توقيعها على ورقة جواز عرفي وحاول يحتكرها هو كمان بعد سيمون اسمر، فقررت تسيبه وتيجي مصر علشان تبدأ رحلتها للنهاية، ده بدلا من استكمال شهرتها. لكن عادل دافع عن نفسه وقال انه اتجوزها رسمي وطالب بمنع اذاعة اغانيها وفقا للعقد اللي موقع بينهم. في مصر اتعرفت سوزان على رجل الثالث في حياتها وهو الملياردير هشام طلعت مصطفى، وده واحد من اكبر رجال المال في مصر والوطن العربي. اتعرفت عليه من خلال اقامتها مع خالتها اللي كانت شغالة في الفندق المملوك لهشام، وبمجرد ما شافها انجذب ليها ووقع في غرامها علشان تبدأ علاقتها الأخيرة بالرجال وبالحياة. هشام اهتم بسوزان فخلصها من القضايا اللي رفعها ضدها عادل، والعلاقة بينهم اتطورت، فبدأ يعمل لها حفلات غنائية عن طريق أكبر متعهدي الحفلات، لحد ما تردد إنه متجوزها جواز غير رسمي، لكن هشام نفى ده، وفجأة هربت سوزان للمرة الثالثة من مصر لدبي، وبدأت الأسرار تنكشف علشان يعترف هشام إنه صرف عليها ملايين الدولارات. في دبي كانت نهاية سوزان، وهناك كشفت الكاميرات عن قيام محسن السكري بمراقبتها، وبعد كده أنهى حياتها. أخيراً عايزين تعليقاتكم، إزاي سوزان تميم حياتها كانت كلها هروب، وإزاي كل راجل حبها حاول يستغلها، وهل هي كانت تستحق ده ولا أنتوا شايفين إيه؟